السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على الأمثال بالفرنسية أو لي بروفيرب. فلنبدأ على بركة الله ونمر نشوفوا أول بروفيرب عندنا في هذه الحصة، اللي هو إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا المثل بالفرنسية هو La parole est d'argent mais le silence est d'or. La parole est d'argent. La parole يعني الكلام est d'argent. فالارجون هي الفضة. Donc la parole est d'argent يعني الكلام من فضة. Mais لكن le silence est d'or. فالو silence هو السكوت و l'or هو الذهب. Donc la parole est d'argent mais le silence est d'or. فهاد الامثال ما كيخصناش نترجموهم ترجمه حرفيه، كنترجمو فقط المعنى. فالمعنى نتاع هاد المثل هو في بعض الاحيان يكون السكوت افضل من الكلام. دونك لا بارول اي دارجون مي لو سيلونس اي دور. المثل الثاني شيئا فشيئا يصنع الطائر عشه. بيتيت ا بيتي لوازو في سون ني. Petit à petit, يعني شيئا فشيئا أو étape par étape, l'oiseau, العصفور, fait son nid, يصنع عشه. فهذا المثل كيعني أنه بالصبر والمثابرة الإنسان كيحقق الهدف نتاعو. يعني petit à petit, يعني شيئا فشيئا أو étape par étape, l'oiseau fait son nid, أو الإنسان كيوصل الهدف ديالو بالصبر وبالمثابرة كيف سبق وقلت. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, أو شيئا فشيئا يصنع الطائر عشه. المثل الثالث بعد المطر يأتي الطقس الجميل، أو après la pluie le beau temps. après la pluie ف la pluie هي المطر. après la pluie يعني بعد المطر. le beau temps يأتي الطقس الجميل. فهاد المثل كيعني après toute situation difficile il y a une situation plus facile. وحنا كنقولو بعد الشدة يأتي الفرج، أو ما بعد الضيق إلا الفرج. فهذا هو المعنى نتاع هاد البروفيرب اللي هو après la pluie le beau temps. كل الطرق تؤدي إلى روما. tous les chemins mènent à Rome. tous les chemins فهاد الشمان هما الطرق. tous les chemins ça veut dire كل الطرق. mène تؤدي à Rome. Rome هي روما. دونك كل الطرق تؤدي الى روما. فهذا المثل كيعني لا يوجد طريق واحد للنجاح، فهناك عدة طرق تؤدي الى النجاح، او توجد عدة طرق تؤدي الى الهدف. من لا يحاول لا يجني شيئا. Qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. يعني من لا يحاول لا يجني شيئا. وحنا كنقولو من جد وجد. من جد وجد. لا يأس مع الحياة. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, يعني طالما هناك حياة, il y a de l'espoir, هناك أمل. Tant qu'il y a de la vie, طالما هناك حياة, il y a de l'espoir, هناك أمل. أن تكون بمفردك خير من الرفقة السيئة. أن تكون بمفردك خير من الرفقة السيئة. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être seul يعني من الأفضل أو من الأحسن أن تكون لوحدك. que mal accompagné من أن تكون مع رفقة سيئة. يعني mieux vaut être seul من الأفضل أن تكون بمفردك. que mal accompagné خير من الرفقة السيئة. أن تكون بمفردك خير من الرفقة السيئة، أو mieux vaut être seul que mal accompagné. فمال accompagné هي رفقة سيئة. tel père tel fils.
فهاد البروفيرب كيعني كو لو فيس بوسيد لي كاليتي اي لي ديفو دو سون بير، كيعني الابن مثل ابيه. فاحنا كنقولوا من شابه اباه فما ظلم، او ذاك الشبل او هذا الشبل من ذاك الاسد. ففي حصه سابقه تعرفنا على مجموعه من لي بروفيرب او الامثال، نمروا نتذكروهم. الوغ شفنا المثل اللي كيقول ليس كل ما يلمع ذهبا، او tout ce qui brille n'est pas or، tout ce qui brille n'est pas or، يعني ليس كل ما يلمع ذهبا. المثل الثاني رضا الناس غايه لا تدرك، او on ne peut pas plaire à tout le monde، on ne peut pas plaire à tout le monde. يجب ضرب الحديد ما دام ساخنا، il faut battre le fer quand il est chaud، il faut battre le fer quand il est chaud. الكلاب تنبح والقافلة تسير، les chiens aboient la caravane passe، les chiens aboient la caravane passe. من يزرع الريح يحصد العاصفة، qui sème le vent récolte la tempête، qui sème le vent récolte la tempête. لا يوجد دخان بدون نار، il n'y a pas de fumée sans feu، il n'y a pas de fumée sans feu. تفاءلوا بالخير تجدوه، soyez optimiste et tout ira pour le mieux، soyez optimiste et tout ira pour le mieux. مصائب قوم عند قوم فوائد، le malheur des uns fait le bonheur des autres، le malheur des uns fait le bonheur des autres. يضحك كثيرا من يضحك اخيرا، rira bien qui rira le dernier، rira bien qui rira le dernier. الحاجه ام الاختراع، la nécessité est mère de l'invention، la nécessité est mère de l'invention. العقل السليم في الجسم السليم، un esprit sain dans un corps sain، un esprit sain dans un corps sain. الذي يسرق بيضا يسرق ثورا، qui vole un œuf vole un bœuf، qui vole un œuf vole un bœuf. وهذا كيعني انه اللي كيسرق القليل يسرق الكثير. واذا بغيتوا تعرفوا على معنى هاد لي بروفيرب او هاد الامثال، فغنخلي لكم الدرس في صندوق الوصف. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة، تعرفنا فيها على الأمثال بالفرنسية أو لي بروفيرب. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه، تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش تشوفوا الدرس نتاع الأمثال الجزء الأول، فغنخليه لكم في صندوق الوصف، ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.